الحمد لله رب العالمين، أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين، فهدى من شاء برحمته وأضل من شاء بحكمته، فعميت عن قبول نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يأمر عباده بتلاوة كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بقوله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ويقول الإمام البيضاوي رحمه الله مفسرا لهذه الآية المباركة: أتل ما أوحي، أي أتل القرآن الكريم تقربا إلى الله عز وجل، أتلو القرآن الكريم تحفظا لألفاظه بقراءته، وأتلو القرآن الكريم تكشفا لمعانيه، وفقنا الله أجمعين لما يحب ويرضى. عباد الله، تلاوة القرآن الكريم أعظم القربات إلى الله عز وجل. تلاوة القرآن الكريم مناجاة العبد مع خالقه. تلاوة القرآن الكريم تعطي الصحة والرحمة. تلاوة القرآن الكريم تعطي الشفاء والدواء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن، كما أخبر سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عباد الله، أدمنوا على تلاوة القرآن الكريم، أدمنوا على تلاوة القرآن الكريم حتى لا يخلون يوم من الأيام من تلاوة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. رواه الإمام البخاري رحمه الله. عباد الله، قال الإمام القرطبي رحمه الله: من قرأ القرآن، من قرأ القرآن متعه الله بعقله وإن بلغ مئة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن للسعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إني لأكره أن لا أنظر في المصحف في يوم. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. قال الله تعالى مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعنا على أمور ديننا ودنيانا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك على النحو الذي يرضيك عنا ويقربنا إليك يا الله يا رحمن. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وإحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، تراصوا بينكم، سدوا الخلل، الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعيننا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عظم اللهم أكرم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر وافتح لأمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكشف الغمة عن الأمة أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر عيوبنا وعيوب أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين